الفلاتون ديما سيوي نون تسع دي انتي لهنا الخير اركن كل التشكير اركن سنين ميرخ فماس كنت تفاعل نون كل وانا يشنو بوش نيكش مرنية في الصفحة الحسين قناوي يا اختي تعجب يسكرا صابوني يسكرا جيمي تابعنا الفيديوهات في الشيجنين وانو تعجب المحتوى نو راستينيغ في الجيج ها الفيسبوك يا عمر اكي صرب حربي اكي صرب حربي ادور تسمري تيخفناش او تسمري تيايونش يغاشوري تجاب الحسين قناوي ها الفيسبوك ها لن تصفحات يضنا لا الفنانين يضنا تبارك الله يا عمر سوقو او تسمري تيجين المهم في الجيجات هاد طية اي تسمع الطية المهم الدان في الجيج اكون يحفظ ربي غساد القصة غساد اللي رادا ونعاودا تقا واقعية توقع غطو الزمت نكازا كتن كوني نخدم غاية يتحانوت او تلاغين يتمغار الله يعمر هذا المسكينة يتمغار درس كرات تروى الله يعمر لها الدار بصراحة اريد تقرا الشرجم اريد تقلي اصل الامارة تما قريت البلاطو الفضر ايه هاي كسير الفضرات ساعت ناس سنوات سكتو اريد تقرا الشرجم او يغسل بوطا او يقدر سكتو المهم تهلا يغط سكتو ساعتنا تسكر الرفيسة المهم تهلا يغط مغارت لي دائما درت قوات مرة مرة او يغط القهوة الحليب المسمى المهم تهلا يغط او ازرت يو عساس هادي وقاني ما قوينا وسمعت شي خطة الناس ونشركة بلا الخير خطة هندي قدر يزون دول دماء اري يغط هلا داس الجزار بيس الخير أرجعت أرخت حسان رأيت تومي كان سكسوي مي كان الخيران هند قدر نغزن دولت ما تنغ أستسر بحربي إني هاي أي هاي أي هاي أرى رغين تقليد درجة نولي تعجيب وإني غسوا شي يتين نيتنس ولكل مرئين ما نوا الجيخ صافي ورسل توقع والمهم ينزك سباحة سيدي تفتوت مارت لي تسيسن تروغ المدرسة تزريدي الناس أساس لي واللي كان الفضور الناس الا الناس بلاتي تيك جوج هذا الفضور هذاك شي راه خشر جم تغليت انت ويتين وفعلا فتات مغارت لي زوج هذا الفضور البلاطو تقيس البراد وتا يمكن الزيت يمكن الفرماج يمكن تمنت يتن قلت غروم شي راه الشرج مي غلينيت يعني تزال غلا عمارة الجم نوكان نرزن الباب سما كولاز نيت البلاطو الناس دير بورد الفضور انا دريغ لازم ان هذا الصندوق انا المهم لبسالات الناس ياي الناس ياي الناس واش مكشف شكشمتو كان تقنيت في لاسي فلوت تغرني ديال البوليس تغري اورغازنس اش كاين داري في لاسني لا الناس حرموه وداري تا مغارتو هو تارواو كيو سو الضن نتي خشم بنيت دوار نيت ولات مقارن هذا غير هضر بي هذا غير سامح ربي اما هاني بنادم يخشن بنادم يشقى بنادم يفوق لمن اكون يحفظ ربي تبارك الله عليكم في الجيجة واهلي تحياتي.